ملي مشى عندو 20 ودركو عامين باش اختفى، هو كان في الحبس كانوا مع الدراري كاع جاو، هو خرجوه مريض ما كيعطيهمش ياكلوا، دايرين منا من الارض ما فرشينش وعريانين حفيانين وكيسقطوهم وكيعطيهم قال لك خبزه نهار خبيزه صغيره ومرض بالجوع. خرجوه ملي خرجوه من تما بقيتش عرفت عليه شي اخبار، الناس كيقولوا لي راه خرجوه مريض غيقدر يكون مات، وانا ما شتش الجثه ديالو ما عرفتوه واش شادينه واش شادو شي واحد. المهم هما كانوا محنين في الحبس كيعطيوهم العصا، هذاك الحبس ديال الماء الدراري اللي جاو قال لي كانوا كيعطيونا العصا، ديك الخبزه ما كيعطيوهاش وانين حتى كيسقطونا. ولدرك انا مرات كل نهار كيطلع لي الطنسيب 24 ويهبط، ملي كيقولوا لي راه ولدك ميت وراه فقود لحد الان. انا بغيت ولا كان ميت بغيت الجثه ديالو، مشى مع المجموعه من قيصر كل شيء جاو خرجوهم بالفلوس والديهم وجاو، ولكن ولدي انا ملي مرات خرجوا قبل منه ما اختفون. مشيت للهلال الاحمر ما خليتش شي واحد عطاني شي اخبار ولا قال لي شي حاجه ولا تجاوب معايا شي حاجه، ما كاين.